عاوز أحكي لكم حكاية أخويا الصغير. هو مش بس أخويا، ده كل حاجة في حياتي والأقرب لقلبي. من 3 سنين سمعنا خبر صدمنا كلنا. الدكتور بلغنا إنه عنده لوكيميا حادة، ودي كانت تاني مرة تجيله، وإنه لازم يعمل زرع نخاع. اتخضينا كلنا، بس الدكتور طمنا إنها مش عملية زي ما فهمنا. حللنا عشان نشوف مين فينا أنسكته متوافقة معاه. دعيت ربنا أكون سبب في شفاء أخويا، والحمد لله تحليلي طلع إيجابي. أخدوا مني الخلايا الجذعية وحفظوها في درجة حرارة 185 تحت الصفر، وبدأوا معاه جرعات كيماوي مكثفة عشان يقضوا على المرض، بس أنا كنت دايماً جنبه. بعدها حطوه في أوضة مخصصة معزولة الهواء عشان مناعته ضعفت من جرعات الكيماوي اللي أخدها، وبدأوا ينقلوا له الخلايا. كان لازم نتبرع ل57 عشان عندهم 9 غرف لزرع النخاع، ومحتاجين نزودهم ل27 غرفة ونستمر نصرف عليهم. أخويا الحمد لله خف ورجع لنا تاني، وقررنا نعمل صدقة جارية، ودخلنا على موقع المستشفى واخترنا طفل مريض عشان نسنده في رحلة علاجه ونتابعه خطوة بخطوة. محتاجين نزود نسبة الشفاء ونساعد أطفال أكتر إنهم يخفوا.